أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدخل في الكهانة ما يفعله بعض علماء النفس بأن يضع أحدهم عدة أسئلة ويطلب من شخص الإجابة عليها؟ ها؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يدخل في الكهانة ما كهانة؟ الكهانة أحسن الله إليكم ما يفعله بعض علماء النفس بأن يضع عدة أسئلة ويطلب من شخص الإجابة عليها، وعلى ضوء الإجابة يحدد شخصية المجيب، هل هي عدوانية أم أنها هادئة ونحو ذلك؟ اللي سمعنا أنهم يطلبون من الشخص يكتب أو يوقع ثم ينظرون فيه ويحددون نفسية الشخص من كتابته، وهذا لا شك أنه من هذا لا شك أنه من التفرس وادعاء علم الغيب ومن الخرافات، هذا من الخرافات. وهذا مثل قراءة الكف وقراءة الفنجان وما أشبه ذلك من التخرصات وادعاء علم الغيب. لا يعلم النفوس إلا الله جل وعلا، لا يعلم ما في النفوس وما في القلوب إلا الله جل وعلا، ولا يعلم ما يحصل للإنسان في المستقبل إلا الله جل وعلا. فهذا من ادعاء علم الغيب ومن القول على الله بلا علم ومن الشعوذة. نعم.